داك ربتو درش كاغا نيجر انو نقدا عد كاغا ليبر سي معناها ليبر كا خوغا ما اوغته ساسا وا لوغو ودو شوي با نينكي اسا كونزرفاتيف وا والله دورت مع سلوغان كاس كليا اف يو وانت ا نيجر فور يور نيبر فوت ليبر وا سلوغان كاس كليا ساسا لوغو دورت اه وحافدي اسميتك من ان اسميتك دي ساس هيت لحدني افرتي نينكي هذا الكاس كلي لوغو دورناي إن ما أنت صومالي ذا سيدي أدقي المسلمين وحافت في عن في عنا أنت ما هي كتمت اسمتك إيه هذه إنقري لغاسي إيه هذا واشيض أنت ما هي كتمت والله سهل كمي دادا فهمي أو تعايش كفهمي أو الله فالقلي أيكو إيه يبي سيدي أدوك لتاقيهم أو سيدي أهوري أسو الشيخنا مركوا تحديات كي لصومر إلا هدوا تاقيهم سلمان رشدي مركوا قري بوكي سيحما وحيابه انجليزي كده عم كش كان كرنا معناها مركز تشالنجز كويجرين سي وات اوسو تي او هو هنا دو تقنا 9 911 مال 9 تاس مركز دعاد مسلمين تشالنجز كوري انتو لا كان قياسي كرتان سبتمبر 11 معناها وحا سو تشالنج هدانا فإذا والله نودد بدنا صوم مسلم الددا أم بقونين بدين تان وحير أيا الله فسر لكن ددا استاجي مرك أرن تصدع هذا ما عررن ددا استاجي إن يفسران دين تان إن التروريزم شغل كل هين دين تان مبادئ إذا واصلا يصلا قف هدو وحس ما يوقف ما ذيها مش كده إنه قرب وجه إسلامك لكن ددا استاجي أو كجرب استاجي أو وحرون تهشيجي بين مرك الله شجعنا ددا تاجنا قرحية دي لندن 77 نبات بدن أنا كل جي قال يجو يمت نمانك كسر عادي ما تشس يجو إما هذا إنه ليري نمانك معناها سيد الله عاجش شكينا لكن وحير واف تشكر تام كل جي سفي أنا أول رم مثلا حد ودن كوحان توصي أيق أنا جا سيد مهم يقطع أيق سيد مهم يقطع أنا كبر أنا مهم يقطع معناه وتشالنج سكا أنا معناها نسوف وتسارع لكن محال الربا دت كذي أو دت كذي منه. محاكمة ده هلا وادوكتين دبعتها دي قبل دهني أيان هرسي. هلا نو برواق لو قلنا ليه هلا محاكمة ده ودم بلق يعني وقفي عن قحطيك وحال ده دتك ودكك أسود ويا معناها مرت الصورك وقفي عنا. هذا أنا هلا تي معها. وكيل دلته فنك فلنك وسمي معناها محاكمة ده تشالنجز كي لكن محال ربع تشالنجز كاس. أنا حناقن أنا واحد جوبين أنا قوم واحد عم في أسمين إن ده عقل جيدا له وكهر تيجي كرينا نقول هدف هولندا ده الله سعطان نم برلمان هولندا كجرا وكيس ما فتنة فيلك أو ما قاعد در فتنة إنك استوى جديد إن كان على هولندا كين سو كليان محبوب كان على أو جبهة إنترنت إنترنت كسو كلي محولي هاي فتنة واحد هانو ليه مسلمين تا تشالنج أنا قوم حولي وجود كودا تشالنج نقول وفتنوا لي مسلمين كجوجست كود تاس أنا قالوا حتى تشالنجي إنه أكتر سواء ما أسق أسق بعير أيها تشالنجي إياه دت كذي إن هين ماشي إلا جوج على ربع وحسنا لقى هرتك لأنه وح لفافنا إسلاموفوبيا إسلام كوا تيرورست إسلام كوا كان إسلام أنا قالنا محا نلوح أن ربنا أن إنه السوح اللي صارنا وجهي وروح ربنا إسلام إن أنت كتوسنا كرتونة دي واد أوجدين دنمارك دي كي بدرس كينتا وحي كرعة حد أنا ما بروين أنك شكا لأنه بدرس كين دي كعاد ووك وحا صورا سي وتصوت وحرب وحير وتشالنجز ككمدة مهما أود وذا تقانا أولا ده وين إن روم دو أصد روم من سدو مهما ذا سان وحير وحرب إنهم فلنقايا أوريجن كيدين ونقض مركات روم جوكتو سيد رومان كسامي وحالي القرنجي أفراد يعني بربرة ونورث أفريكانا وحو صوت الله بالمديترانيانك وحو يمد مقالة ميلانو ميلان أو طليانيكا هو يدي سنو كدب التمين هو يدي سناك وحي أهد وقاد دين تيدا كريستيانا تيغو قدقان مركب حيسو مجرتي واقي هوري مالين تسبتيدا ميلان لقم الصوم مالين تسبتيدا ما بالأقول إن سبتي الله صوم ويلك آخر كوانين كنا قندونا سينت أغسطين مركو حي كتري ويلك دي ورأنيك وانسوه مجرأي ما لنت السبت ده
intana rooma hata wala soo majir ila sabtida meeshaana sabtida lama ogola in la soo meey maxaan fala wiilku wuxuu tagay mentorkiisi asagana baadari kala asaga ka sii weyn wuxuu ku yiri hooyaday arintaas iyo i weydiisay bal maxaa tala tala keen marka mentorkii asagoon hooyadan ofend garaynin macnaha meel dhaxaad xal wasad uu raadinayaa moogday wuxuu yiri waa run xaggana sabtida lagu soo ma intana sabtida waa ninka mahmahdaas bixiyey wuxuu yiri wan in rome du as romanis du xagga markaa tagta ku soon sabtidooda laakiin inta ha ku soomin marka waxaan rabnaa hadda boundarigii roma inaan fiirino iyo wixii la samayn kara iyo maxaa ibal tanaan rabaa marka hadda waxyar inaan analis garayno in macnaha wen in rome du as the romanis du ma waxay ku xiran tahay annaga waa imaanay qaxooti soomaali muslimka iska bidaa qaxooti soomaali ayaa norway yimid marka norweyanka waa rome norway waa rome dadka degan waa romanki marka dadkii soomaalida oo yimid macnaha matanaa lagu dabaqaya maxaa laleeyahy wen in rome du as the romanis du macnaha inaan analis garayno ma waxay ku xiran tahay tirada dadka iyo yaraantooda miyay ku xiran tahay maya baawarka miyay ku xiran tahay maya mujtamaca inay ku cusub yihiin miyay ku xiran tahay maya rabidooda miyay ku xiran tahay marka waxaan rabaa dhowr angal inaan ka fiirino tiradiiaan rabaa inaan ka fiirino waqtigii imberialismada ingiriiska adduunyada kale barobar u qabsatay soo ma talyaaniga faransiiska qolo walba meel bay qabsatay way yaraayeen matalan indiya oo kale waa shibha qaara markuu ingiriiska haystay tirada ingiriiska meesha joogta iyo hindida yaa badan dabcan hindidaa badan waa iyaga waa dad yar soo maha oo meesha tegay ama soomaaliya xataa markay qabsadeen tiradaas yar ayagaana gadaal ka yimid laakiin ma lagu dabaqwan in rome du as the romanis du maya bal mujtamac dhan wuxuu u takaayufay ayaga siday ku noolaan lahaayeen siday ay rabiin marka maxaa dhihi karnaa waa mas'alad power soo maa haddaan dhinacaas perspectivekaas markaan ka fiirino waxaan dhihi karnaa in qofka lagu qasbiyo wax uu sameeyo waa awood qofka awoodda lee lama qasbi kara waa ingiriiskii yaraa oo indiya tegay lama dhihin wen in india du as the indianis du lama dhihin waa markaan dhinacaas ka fiirino okay taas meesha hanoo joogto ingiriiskii waddamadii xornimadoodu sii waddankiisu ku soo noqon sidii aan sheegnay markii dagaalkii labaad adduunka ay wax kasta ay burbureen wuxuu u baahday shaqaalihii haddana inuu ka keensado waddamadii uu shalay gumaysanay hindidii iyo bakistaantii